كانت سارة زوج نبي الله إبراهيم عليه السلام عقيما لا تلد، وكانت رضي الله عنها يحزنها أنها لا تستطيع أن تسعد زوجها بابن تنجبه له، وهي تعلم كم هو يحب ذاك ويتمناه. ولقد صارت الآن عجوزا لا تلد، وانقطع كل أمل لها في الإنجاب، فأشارت على زوجها خليل الله أن يتزوج بامرأة أخرى ليرزقه الله الولد، وذلك من وفائها وتضحيتها. فتزوج من السيدة هاجر رضي الله عنها، وكانت هاجر صالحة وأمينة، فأنجب منها نبي الله إسماعيل عليه السلام. ولكم فرح إبراهيم عليه السلام بمولوده الذي أنجبه بعد صبر وانتظار طويل. ومرت الأيام، وصار إسماعيل عليه السلام شابا قويا، ورأى أبوه في المنام أنه يذبحه، ورؤيا الأنبياء حق، أي وحي من الله. يا لها من فتنة، يا له من ابتلاء وامتحان. أفبعد أن رزقه الله الولد الصالح الذي طالما تمناه، وبعد أن كبر وصار شابا، يأمره الله تعالى بأن يذبحه بيده؟ إنها محنة قاسية رهيبة. لكن إبراهيم عليه السلام امتثل لمشيئة ربه، فقابل ابنه وقال له: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فأجاب إسماعيل قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قام الصغير قيام صابر، والقلب بالإيمان عامر، يا رب إنك أنت آمر، وهو عليه أن يطيع. وهكذا يا أبنائي يكون الإيمان الحق بالله، وهكذا تكون طاعة الوالدين. القلب يبكي والعيون حزينة، والأرض يمضي حاملا سكينا، لكنها لله أبدا طاعة، وفضيلة الإيمان الجد ثمينة. هذه النفوس ذكية علوية، ترضى بما أمر الإله أمينا، لكن ما في الأمر جد مشقة، فالقلب يبكي والعيون حزينة. هذا إلهي ما تريد، في الكف سكين حديد، ثبت به العقل الرشيد كي يذبح الابن الوحيد. الأرض تحتضن الصغير، والحزن يعتصر الكبير، لكنه أمر الإله عندما هم إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه الوحيد إسماعيل، أكبه على وجهه ليذبحه من قفاه فيكون أهون عليه حتى لا يرى وجهه. وتشهد إبراهيم وتشهد إسماعيل، ثم مرر إبراهيم السكين على عنق إسماعيل، لكنها لم تذبح، لقد سلبها الله القدرة على القطع. وفجأة
سمع إبراهيم عليه السلام نداء ربه، فنظر إبراهيم عليه السلام رأى كبشا عظيما. كبش الفداء؟ نعم يا دعاء، لقد فدى الله تعالى إسماعيل بذلك الذبح العظيم. فأقبل إبراهيم على الكبش يذبحه بتلك السكين التي لم تقطع منذ لحظات عنق إسماعيل، فقطعت وذبحت الكبش فداء لإسماعيل. هذا أنا كبش الفداء، عفو تجود به السماء، يمحو الكريم به العناء عن قلب شيخ مستجير. يا مرحبا كبش الفداء، تبكي وقد ضاق الرجاء، يا رحمة الرب الرحيم للطفل والشيخ الكريم. يا مرحبا كبش الفداء، يا رحمة الرب المجيب، يا مرحبا كبش الفداء، يا رحمة الرب المجيب. إنها قصة عيد الأضحى. نعم يا دعاء، فقد جعل ذلك الحدث عيدا للمسلمين، وصار ذبح الأضحية سنة للمسلمين في كل عام، ذكرى لطاعة إسماعيل وإبراهيم لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله الجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم.